هنروح لكرة اليد سيدات، بيستعدوا بشكل كويس. كان عندنا مباراة مع المعادي، مباراة المعادي دايما تحمل حمل الذكرى وحشة من الدور الأول، وهي كانت إصابة نصر عيد عبد الملك، ولكن الحمد لله المباراة دي عدت على خير وفوزوا أو فزنا 28-19 في مباراة. الحقيقة كابتن محمد عادل زورة المدير الفني غير كل اللاعبات وجربهم، وإحنا بنلعب دلوقتي في في تاني جولات المرحلة التانية من العمومي للموسم اللي إحنا فيه. طيب الماتش ده كان الفوز الثاني على التوالي بعد ما فزنا على الطيران بنتيجة 26-19، ويتبقى إن شاء الله الجولة الثالثة اللي هتكون مع نادي الزمالك القادمة بإذن الله. طيب الفرقة أفضل؟ الفرقة أفضل، وبنلعب في الدور الثاني. إحنا ست فرق هيلعبوا رايح جاي، وبعد كده هيتم اختيار أربع فرق منهم هيلعبوا الدورة مجمعة نهائية لتحديد بطل الدوري هذا الموسم. نتمنى إن شاء الله التوفيق لهذا الفريق اللي الحقيقة النادي الأهلي دعمه بكل شيء كمجلس إدارة وكنشاط رياضي، دعمه بكل شيء بجهاز فني جديد بمحترفة تم تغييرها تونسية، وبعد كده جت محترفة سنغالية أخرى وتم تبديلها في مواعيد تبديل اللاعبين الأجانب. والحقيقة يعني الفريق تم اتعمل له معسكر جيد كمان في الكويت ببطولة الكويت الدولية وفازوا بيها. إن شاء الله المستوى يتطور ويستطيعوا إن هم يفوزنا بالدوري هذا الموسم والكأس وعودتهم مرة أخرى لمكانهم المفضل في النادي الأهلي.